هتلوانتولوج ايه؟ بتاعك هتلوانتولوج مين هذا؟ تسليم. طيب السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة. وعليكم السلام يا دكتورة. الله يسلمك دكتورة. يا رب يكرمكم جميعا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى بنبتدي النهاردة أول لقائنا. معلش هو كان في عطل تقريبا او تحديث على موقع الجامعه والمنصه، فالنهارده دخلنا من زوم مباشره، وان شاء الله تبقى الامور بالنسبه لنا تمام على الموعد، على موعد المحاضره من الساعه 3:30 ان شاء الله عشان نستفيد بالوقت كاملا. يعني بالنسبه لكم الصوت واضح يا شباب؟ حد يديني اوكي بس. صوت واضح؟ واضح. تمام دكتور. دكتوره واضح. طيب النهارده ان شاء الله بما انه اول لقاء ف هنبتدي نتكلم شويه عن الميديا انترودكشن وبعض الامور اللي ليها علاقه بالكورس سيلابس، توضيحا من البدايه للماده وموضوعات الماده وايه اللي مطلوب منكم وكيفيه التقييم. يعني هنبتدي في الاول كده ايه نتكلم في النقاط الاساسيه. بدايه طبعا كلنا عارفين ان الماده 3 ساعات، لقاءنا فيها أسبوعيا أونلاين من الساعة 3:30 بعون الله. بالنسبة لي موضوعات المادة هي موجودة على المحاضرات، موجودة الباوربوينت موجودة على المنصة. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله. دكتورة أنا الحين دخلت. اتفضلي يا مين، ما فيش مشكلة حبيبتي. موضوعات المادة المحاضرات كلها السلايدات موجودة على المنصة، انتوا عارفين اللينك، لينك المنصة نفسه اللينك الجديد، كلكم أكيد على علم بيه لأنه أكيد عندكم مواد أخرى أونلاين فاستخدمتوه، فنعتمد هذا اللينك. لينك المحاضرات أيضا أو لينك المادة موجود على المنصة، بس مجرد إن انتوا تدخلوها بعد ما تشتغل هتدخلوا على المادة هتلاقوا لينك المحاضرة، عادة بيفضل موجود معانا عشان ما حدش يتلخبط، موجود معانا طول الفصل ما فيش عليه تغيير. طبعا كلنا عارفين ان مدة الزوم، مدة المحاضرة على الزوم بتكون 40 دقيقة، بتخلص بنفتح في سيشن تانية ما فيهاش مشكلة، طول ما احنا مع بعض بنقول يا جماعة خلاص السيشن على وشك الانتهاء بندخل لسيشن تانية من نفس اللينك، فما فيش مشكلة. اللينك موجود، موضوعات المادة موجودة، الكور سيليبس للمادة موجود. دلوقتي هنبتدي نتكلم في موضوعات المادة. موضوعات المادة ممكن اللي رفع ايده لسؤال اخلص بس كلامي وبعدين يسأل عشان يبقى الموضوع تنظيمي مش اكتر. موضوعات المادة اللي هي اوريدي موجودة على موجود سلايداتها على المنصة. عندنا أول موضوع، طبعاً عنوان المادة عن الـ Communication and Therapeutic Relation، فإحنا عندنا موضوع عن بداية background عن الـ Communication اللي هو بعنوان الـ Theoretical Basis of Communication. الموضوع ده هنقعد فيه شوية من الوقت لأنه هذا التوبيك له outlines كتيرة قوي. هنتكلم فيه عن الـ Communication وال functions of communication in nursing، هنتكلم عن ال element of communication ايه هي عناصرها، ايه هي ال communication systems المختلفة، وبعد كده هنبتدي نتكلم عن ال factors او conditions ال affecting على ال communication او influencing ليها تأثير على ال communication وبتأدي لنجاحه من عدمه. هنتكلم عن
اهم طبعا هنتكلم عن اهم السكيلز تحديدا اللي هي مهاره الليسننج، مهاره الاستماع او الاصغاء، هندي خلفيه عنها. هنتكلم عن التايبس او الليفلز، بدايه الليفلز للليسننج، ايه مستويات تلك المهاره، ايه هي التايبس اوف ليسنر او ليسنرز، ايه انواع المنصتين او انواع الاشخاص اللي بشكل مختلف بينصتوا. احنا في تباين فيما بيننا، هنتكلم عن تلك الانواع، ايه هي الفاكتورز افكتنج او الباريرز بمعنى اخر، ايه هي الباريرز فور ليسننج، ايه هي الاشياء اللي تعيق عمليه الليسننج. وبعد كده هنتكلم عن الثيرابيوتيك كوميونيكيشن بالفانكشنز للثيرابيوتيك كوميونيكيشن، التواصل والتواصل العلاجي تحديدا، واهم الوظائف اللي بيؤديها والأوبجكتيفز منه. وهنتكلم عن نظرية معنية بالريليشنشيب ان نيرسينج تحديدا، نظرية بعنوان الانتربيرسونال ريليشن ان نيرسينج، اللي هي مهارة أو العلاقة في التمريض، والعلاقة هنا المقصود بيها في الإطار الثيرابيوتيك العلاقة العلاجية اللي هي بتقوم بين النيرس والكلاينت أو النيرس والبيشنت. ده او هذه هي النقاط اللي هيتم تناولها ان شاء الله تعالى في اول شابتر عندنا، وهتلاقوا الكونتنت موجوده اوريدي. نخلص هذا الموضوع هننتقل ان شاء الله تعالى لموضوع اخر، هو برضو استكمالا هي سلسله موضوعات متصله ببعضيها. الموضوع الثاني عن التايبس للكوميونيكيشن، ايه انواع الكوميونيكيشن المختلفه، وايه هي ايه هي تحديدا الكواليتيز للجود كوميونيكيتور عشان نكون محاور او اي حد فينا يبقى محاور جيد، ايه اهم الصفات اللي بيتسم بيها ويتمتع بيها او اهم المقومات اللي يمتلكها. هنخلص هذا الموضوع وهننتقل من خلاله لموضوع اخر برضو نفس السلسله، اللي هي مع الموضوع الثالث عندنا عن الثيرابيوتيك ريليشن شيب، العلاقة العلاجية. إيه هي العلاقة العلاجية؟ تعرفها من حيث الباك جراوند كالتالي: الديفينيشن للثيرابيوتيك ريليشن شيب، إيه هي الكاركترستكس أو الفيتشرز، إيه أهم الصفات أو ملامح أو سمات العلاقة العلاجية اللي هي حتما ولا بد بتكون أوريدي إحنا في حاجة إليها في تعاملنا مع المريض، لأن من خلالها نقدر نؤدي دورنا ونقوم بالمطلوب من وظائف مختلفة أثناء عملنا. ايه الفرق ما بين او المين ديفرنس ما بين الثيرابيوتيك ريليشن شيب، العلاقه العلاجيه اللي بتتم بيني وبين المريض وبين عن اي نوع اخر من العلاقات في حياتنا، وان اختصرناها في اطار السوشيال ريليشن شيب. ده موضوع ثالث. عندنا موضوع رابع برضو موضوع طويل شويه او تفاصيله كتيره شويه، هو بعنوان الكونسبت او الكونسبشوال كومبوننت اوف ثيرابيوتيك ريليشن شيب، ايه هي اهم المفاهيم اللي مرتبطه او اللي ليها علاقه بالعلاقه اللي بتتم ما بيني وبين المريض. من هذه المفاهيم في عندي تو مين كاتيجوريز، في كاتيجوري معني بالبريدجز، هي مفاهيم تعمل عمل بريدجز. يعني ايه بريدج؟ يعني جسر. يعني ايه؟ يعني هذه المفاهيم ايجابيه لحد ان تاثيرها يساعد في تسهيل العلاقه او تاسيس العلاقه اللي بيني وبين المريض. هنتكلم عنها بالتفاصيل ان شاء الله في حينه. في كاتيجوري اخرى عنوانها، كاتيجوري اخرى لهذه الكونسبت عنوانها باريرز. من اسمها بارير، يعني اشياء تعيق، معيقه. ايه هي تلك المفاهيم اللي تعيق الكوندكشن اوف ثيرابيوتيك ريليشن شيب بيني وبين العلاقه العلاجيه بيني وبين المريض. اخر موضوع عندنا في الماده ان شاء الله تعالى هيكون بعنوان الكوميونيكيشن تكنيكس، اللي هي ايه هي فنيات التواصل، اللي هي بتنقسم برضو ما بين الثيرابيوتيك والنون ثيرابيوتيك او الابستراكتيف كوميونيكيشن تكنيكس، اللي هي عندنا فنيات علاجيه، فنيات التواصل علاجية، يعني هنتكلم فيها في حين أو عنها في حين إن شاء الله، يعني المفروض إن إحنا نعرفها وعلشان نستخدمها ونطبقها أثناء علاقتي مع المريض.
لأن تأثيرها إيجابي من معناها علاجي إيجابي يعني. أما الأوبستراكتيف أو النون ثيرابيوتيك كوميونيكيشن تكنيكس، فنيات أخرى للاتصال ولكن للأسف هي معناها معيق معوق، فبالتالي لازم نعرفها علشان نعرف خطورتها والبدائل ليها علشان نتجنب استخدامنا ليها حتى ولو كان عن غير قصد. هذه هي عناوين أساسية لموضوعات المادة بتاعتنا. قبل ما انتقل لكلامي عن آلية التقييم، أنا شايفة في ناس رفع إيديها، هدي فرصة إن إحنا يبقى بينا ديسكشن. اللي رافع إيده بالتسلسل عندي هبة، اتفضلي يا هبة. هبة عبد الرحمن، هبة سامعاني يا هبة؟ طيب غير هبة، إيمان، إيمان محمد، يا إيمان. دكتورة كنت حابة أسألك، أنت حاطة الشيء على الشاشة؟ لأنه أنا مش طالع عندي أي شيء صراحة، وطلعت ودخلت ومو ظاهر لي أنك أنت حاطة الشيء. يعني تقصدي شير يعني سلايدات؟ أيوة. لا 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 يا حبيبتي، أنا مش عاملة شير، أنا الكلام ده كله كلام من الذاكرة فيما لا علاقة بأسس المادة. دكتورة عندي كمان سؤال. تفضل يا إيمان. بخصوص الأوبجكتيفز اللي أنت بتحكيهم الحين قلت لنا إياهم، هل هدول إحنا معي علينا إنه إحنا يعني إحنا نحفظهم، ولا إحنا بس جست إنه نعمل عليهم بس تشيك أب وخلص؟ حبيبتي أنا ما كلمتش بتفاصيل قوي، أنا ديت أوفر فيو للمادة فقط، أنا ما كلمتش أنا ما كلمش في نقطة معينة إن ديتيلز، أنا بدي أوفر فيو أو بندي لمحة عن المادة وإيه موضوعات. تمام. لما تدخلوا على المنصة إن شاء الله، لما تدخلوا على المنصة تبقوا عارفين إن الكلام اللي أنا قلته موجود قدامكم من خلال السلايدات اللي مؤمنة على المنصة. تمام. حد تاني غير عبد الله؟ عبد الفتاح، عفوا عبد الفتاح. يعطيك العافية دكتورة. أنا يخليك، تفضل دكتورة. مش هل المادة موجودة بالبوكشوب نفسها اللي على النت ولا كيف؟ اسألوا في البوكشوب، لأن أنتوا عارفين إحنا لينا فترة أصلا ما بنتعاملش ورقي قوي، والمادة أصلا كمان طبيعتها على الخطة تصنيفها ونمط التدريس فوني أونلاين، فما بنتعاملش ببيبر قوي. اسألوا إن كانت موجودة في البوكشوب، هتسألوا طبعا إن هي، لأن أنا بديها ليا فترة، فإن كانت متوفرة في البوكشوب أهلا وسهلا، بتبقى عادة متصورة أو بيبقى في البوكشوب جاهزة المادة كاملة، ما فيش مشكلة. إن ما كانتش متأمنة في البوكشوب فعندكم السوفت تقدروا تطبعوا. دكتورة هي موجودة بالبوكشوب وأنا اشتريت المادة، بس بدي أتأكد إذا نفسها ولا لا. حلو، عايز تتأكد راجع على المنصة، هقول لك خليها معاك محاضرة محاضرة. هي موجودة اوريدي زي ما أنا قلت لك المادة كلها، أو قلت لكم جميعا المادة كلها السوفت موجودة على المنصة، تقدر تراجع من المادة اللي موجودة على المنصة السلايدات مع المادة اللي معاك الورقية. دكتورة هسه المادة كاملة خمس سباتر؟ نعم. المادة كاملة خمس سباتر؟ لغاية دلوقتي خمسة، بس دسمين يعني في منهم كم شابتر هنطول فيهم مع بعض شوية. زي الشابتر الأول. يعني مش اللي هي الأول والرابع تحديدا، يعني مش اللي هو الشابتر اللي احنا بنديه في محاضرة واحدة. بالظبط بالظبط دكتور، الله يعطيك العافية. نعم، يعني مش محاضرة، هو يونت يعني. مين كمان؟ رسلان، تفضل. دكتورة يعطيك العافية. اللهم أمين وإياكم، تفضل. في حضور وغياب دكتورة؟ إن شاء الله، بس أنا لغاية دلوقتي ما يعني ما رصدتش الحضور والغياب، ما شاء الله عددكم كبير. أول لقاء، فنبتدي إن إحنا بس نتعرف على أساسيات المادة، نتعرف على بعض المطلوب مننا، وإن شاء الله تعالى بنشوف آلية أو أكيد في على المنصة ضمن الأدوات الموجودة شيء بيبان من خلال الحضور والغياب، لأن هيبقى صعب إن أنتوا كـ 99 حد أقعد أنده اسم. دكتورة وكمان في طلاب ما قدروا يفوتوا على المنصة، لأن في ناس مروحين من الجامعة وفي ناس لسه مش عارفين بالمنصة، يعني هيك شيء. ما يجراش حاجة، احنا أول لقاء بنكون متسامحين بالشكل اللي هو يحقق المصلحة، لكن بعد كده والنهاردة اكسبشن الحين تحديث المنصة أو إتمام عملية التحديث، فحتى احنا ابتدينا شوية لهذا الظرف متأخر، لكن بعد كده الناس اللي عندها محاضرات في الكلية أو في الجامعة وبعدين بتروح وقت المحاضرة بتاعتنا، تدبر أمرها بحيث إن هي تتابع وبحيث إن ما يفوتهاش المحاضرة، يعني تشوف إيه الآلية المناسبة ليها وهي مروحة عشان تقدر تحضر المحاضرة، يكون معها نت كويس، يعني أمورها تبقى مستقرة يعني. تمام؟ لأن أنا عارفة إن ده توقيت في نص النهار أو آخر النهار، توقيت ناس بتكون خلصت ومروحة، أو ناس عندها شغل بيه مثلا، شفت بيه،
فأيا كان الوضع يا جماعة، معلش المسؤولية على الجميع، تنسقوا علشان ما تفوتكوش المحاضرة من ناحية المادة والاستفادة منها، ومن ناحية الحضور والغياب. تمام، أي استفسار ثاني يا رسلان؟ دكتورة، وكمان المحاضرة راح تكون تنزل مسجلة أو لا؟ لا إن شاء الله ما دام أونلاين بأمر الله. يا الله يعطيك العافية. اللهم آمين. سبق، يا سبق. يعطيك العافية دكتورة. أنا يخليك يا حبيبتي. دكتورة بدي أسألك هسا، إذا دخلت من الرابط اللي ببعثوه على الواتساب، يعني ما دخلت على المنصة وبعدين على المحاضرة، بنحسب لي حضور؟ عادي ما فيش مشكلة، احنا بس النهاردة قلت اكسبشن علشان خاطر لغاية ما تخلص أمور المنصة وتبقى جاهزة. تمام تمام، يعطيك العافية. اللهم آمين. مين تاني؟ هبة، هبة رفع ايديها بس مستمعين يظهر. حد تاني له أي استفسار أو أي سؤال؟ في حد غير هبة؟ طيب، عموما دي كان نبذة عن المادة أو موضوعاتها. نبتدي إن احنا حالة، انت فاتحة المايك، أي سؤال؟ نبتدي نتكلم عن آلية التقييم. طيب، المادة نظري 3 ساعات، فبالتالي احنا عندنا 100 علامة بينقسموا كالمعتاد. عندنا اختبار ميد معروف عليه 25 علامة زي الفصول اللي قبل. إن جد جديد في أي شيء له علاقة بآلية التقييم بيبقى على الكل، وبيبقى المعلومة عندكم واصلة في الوقت المناسب. وعندنا 50 علامة على الفاينل، دول برضو هذه النقاط ما فيهاش فصال، سكان الميد سكان الفاينل، ده شيء ما فيهوش فصال ولا جدال. كلامنا دلوقتي بالتفصيل عن ال 25 العلامة الأخرى اللي هم الكورس وورك، اللي هي أعمال السنة بتاعتنا. ال 25 دول عبارة عن إيه، أو تفاصيلهم، التفصيل بالنسبة لهم إزاي؟ إن أنا عندي في سيمينار أو assignment تحت مسمى سيمينار. تمام؟ السيمينار ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن شاء الله إحنا النهاردة أول لقاء، أنا بستنى بس لغاية إن شاء الله يوم المحاضرة اللي جاي يوم الأربعاء بعون الله، بكون حددت لكم مواضيع topics مختلفة، وبيكون اتضح طبعا انه عدد الشعبة وصل بشكل نهائي قد ايه، هيفضل على شعبة، هيبقى اكتر من شعبة، ايه النظام بالظبط. يعني انا مأجلة خطوة بس توزيع موضوعات السيمينار لحين نهاية الاسبوع ونشوف ايه الجديد. عبارة عندي السيمينار عن موضوع، الموضوع ده هيبقى مسؤول عنه عدد منكم، مثلا نقول 5 طلاب، سي الخمسة دول هيبقوا على شكل جروب، هيتم تعملوا بقى لنفسكم حلقة اتصال، طريقة معينة تتواصلوا فيها مع بعض، ايا كان الوضع، آلية الاتصال اللي انتوا هتختاروها. انتوا الخمسة هتشتغلوا في الموضوع ده على مدار الوقت، بيكون في لينك فيما بيننا علشان تدوني فيدباك عن شغلكم. بتحضروا من خلال عنوان الموضوع، بتحضروا الأوتلاينز الريليفنت لهذا الموضوع، وبتستعينوا بالريسورسز المختلفة، إسكان كتب، إسكان من خلال النت، أيا كان الريفرنس اللي انتوا هترجعوا لها. بس في الخطوة، الأول خطوة عندي لازم أرجع للتكست بوك. انتوا عندكم يا جماعة داخل السيليبس اللي موجود على الكورس، سيليبس اللي موجود على المنصة، في ريفرنس، في ريسورسز، سواء كان داخل الريفرنس ريكوايرد تكست بوك او سبليمنتال ريفرنسز، شوفوها هتفيدكم سواء كان في دراسة موضوعات المادة او الحصول على مزيد من المعلومات اللي ليها علاقة بالمادة او في تحضير السيمينار. بتشتغلوا الموضوع، بتخلصوه للاخر، بحدد لكم ديدلاين ان شاء الله على المنصة، وبتعرفوه امتى اخر موعد لرفع السيمينار على المنصة. يعني سي مثلا احنا النهاردة نقول ايه 14/3، هخبركم يوم المحاضرة اللي جاية يا جماعة الديدلاين لرفع السيمينار، هنقول نص شهر 4. خلاص قدامكم شهر من ايه، من دلوقتي، او شهر من ساعة ما توصل لكم الرسالة، تحضروا فيه شغلكم. حضرت الموضوع، اكتمل شغلك فيه، انتوا الخمسة كل واحد مقابل اسمه على المنصة بيرفع لي نفس الموضوع، مش بيرفع لي الجزئية اللي اشتغلها بس، مش بيرفع لي الجزئية والأوتلاين اللي فتح المايك يا جماعة، مش بيرفع لي
الاوتلاين اللي اشتغل فيه بس. خلاص، فاذا اتفقنا على هتعرفوا موضوع السيمينار، هتتقسموا، هقسمكم ان شاء الله بس يوصل لي اخر الاعداد، هتعرفوا ايه الموضوع ومين فيه او ايه الجروب تحديدا، وهتعرفوا الديدلاين وترفعوا الموضوع قبل الديدلاين ما توصلوا له. في جزء بقى كمان معني بتقديم السيمينار او عمل برزنتيشن لي يا كفاح، انا بقفل المايك ما تفتحوش الله يكرمك. في جزء معني بتقديم او بعمل اورال برزنتيشن للسيمينار، ده هيبقى فيه جدول، هنحط جدول زمني في نهايه الترم غالبا، هتعرفوا فيه مواعيد تقديم السيمينار. اذا انا اتكلمت عن ال 25 اللي هي ايه المعنيه بالسيمينار، سواء كان الجزء الريتن عليه علامه او جزء من العلامه، تقديم عمل البرزنتيشن عليه جزء اخر من العلامه. في يا جماعة كويزس، ممكن يبقى في عندي عدد ده من الكويزس على مدار الفصل إن شاء الله. طبعا الكويزس عادة اللي بتكون أونلاين، الميد والفاينل ما فهمش فصال، ده بيكون وجاهي في الجامعة أو في الكلية، سواء كان وجاهي على شكل بيبر أو وجاهي من خلال امتحان محوصب في مختبرات الجامعة، لكن الكويزس بتكون أونلاين إن شاء الله تعالى. ده بالنسبه لي توزيعه او اليه التقييم. انا عندي 25 ماده، عندي 25 كورس وورك اللي مطلوب منكم من الاساينمنت على مستوى الكويزس وعلى مستوى السيمينار اللي مطلوب، و50 على الفاينل. كل هذه الامور ما فيهاش فصال. طيب اي سؤال او استفسار؟ مها رفع ايديها، اتفضلي يا مها. يعطيك العافية دكتورة. اللهم أمين يا رب يا مها، تفضلي. سيمينار هلأ كل جزئية من هذا السيمينار بدك المرجع لإلها؟ لا مش يعني. شرط. أنت مثلا بص يا مها، أنت ومعاكي أربعة كمان من زمايلك، خلاص أنتوا خمسة، سي السيمينار هيكون عن فكرته الرئيسية عن الكوميونيكيشن مع أي نوعية من المرضى بتوعنا. الكوميونيكيشن مثلا مع مرضى كانسر مثلا، خلاص فانت وبقيه زمايلك في الجروب هتعملوا ايه؟ ادي عنوان الموضوع، ممكن تختاروا مرضى كانسر في مثلا البريست كانسر مثلا اخترتوا من المشكله نفسها مشكله فرعيه اخرى. طيب هتحطيلي او هتحطوا اوتلاينز لهذا الموضوع، الاوتلاينز دي جايه من ريفرنس مختلفه، بتحطوها اخر سلايد عندي، انا ايه الريفرنسز او ايه الريسورسز اللي انا استخدمتها. بس النقاط او الاوتلاينز المختلفه لهذا الموضوع بيتوزع عليكم، انتوا بتوزعوها فيما بينكم، توزعوا هذه النقاط عليكم بحيث ان كل حد يبقى مسؤول عن جزء معين عمله، بيكتمل هذا العمل في الاخر، بترفعوه كل السيمينار، كل واحد مقابل اسمه او كل حد مقابل اسمه، بترفعوا الموضوع كاملا. اي استفسار اخر يا مها؟ رؤى. شكرا دكتورة. شكرا رؤى، يعطيك العافية دكتورة. اللهم امين يا رؤى وياك. دكتورة بدنا نسألك، احنا فكرة السيمينار نفسها لسه مش عارفينها، احنا طلاب سنة اولى. انت اول فصل يا رؤى؟ لا الثاني. الثاني. طيب فكرة السيمينار، الربط بين المادة او طبيعة المادة وبين المرضى اللي احنا بنتعامل معاهم، اللي بيشتغل ممكن يكون من خلال شغله عنده خبرة معينة او نوعية معينة من المرضى هو interested ان هو يشتغل عليها. انا الفكرة الاساسية ايه؟ الكوميونيكيشن، دي طبيعة المادة، الكوميونيكيشن مع مرضى الكانسر، الكوميونيكيشن مع المرضى السايك اللي عندهم depression مثلا، تمام؟ الكوميونيكيشن مع الناس اللي عندها sensory deficit، مشاكل في الحواس، الناس اللي هي الدف والميوت اللي هم الصم والبكم، او البلايند اللي هم فاقدين النظر، او الكوميونيكيشن مع الريليتيفز، تمام؟ الكوميونيكيشن مع المرضى، مع التشيلدرن اللي عندهم، مع الاطفال اللي عندهم الاوتيزم التوحد، الكوميونيكيشن مع مثلا نقول احنا قلنا الريليتيفز او الفاميلي ممبرز، الكوميونيكيشن مع الهيلث كير تيم، مع الكوليجز فيما بيننا. يبقى الفكرة الأساسية عندي هي الكوميونيكيشن، إزاي إن إحنا نتواصل مع شريحة معينة من الناس.
وصلت الفكرة يا رؤى؟ عن تمام دكتورة، وصلت. كمان الله يسلم شهد. يعطيك العافية دكتورة. يا رب، اللهم آمين. دكتورة مش فاهم، يعني هي 25 علامة مش وصلتني الفكرة، كيف هدول بدنا نحصلهم؟ ال 25 ما بين متقسمين ما بين مش فاهم أنا السيمينار، مش سيمينار فاهم. بين السيمينار يا شهد وبين مش فاهم يا شهد اسمعيني، ال 25 علامة متقسمين ما بين السيمينار وبين السيمينار الجزء الريتن والأورال اللي هو تحضيره، والأورال اللي هو تقديمه، وبين عدد من الكويزز الاختبارات القصيرة. وصلت دكتور يعني بس سؤال السيمينار هذا ما فهمته. السيمينار موضوعي يا حبيبتي، انت بتشتغلي فيه مع عدد من زمايلك، ببلغكم بعنوان موضوع عناوين او بختار لكم موضوعات مختلفه، بنختار او بختار لكم موضوعات مختلفه، وبقول ان هذه الموضوعات متقسمه بطريقه معينه، كل مجموعه واخده موضوع. بتعرفي انت الكلام اللي انا قلته دلوقتي، ابتسام مثلا هتشتغل هي ومجموعه من زمايلها عن الكوميونيكيشن مع الاطفال اللي عندهم توحد، خلاص ماشي، او مع مرضى الزهايمر، مع الناس كبار السن اللي عندهم الزهايمر، خلاص. طيب بتختاروا ادي الموضوع عندكم، بتضعوا ليه اوت لاينز، بتدوروا فيه، بتبحثوا من خلال اللجوء للريسورسز المختلفه، الكتب والمجلات والدراسات ومصادر من على النت، ترجعوا تحطوا اوت لاينز وبتشتغلوا عليه. اي استفسار اخر رسلان؟ دكتور يعطيك العافيه. اللهم امين. يعني ودنا نسوي بحث يعني ككتابة وكتطبيق عملي، ككتابة وكشرح، تمام، أو عرض يعني. فهمت عليك، فهمت عليك، تمام. مين تاني؟ مها ورسلان خلاص، ولا مها لسه رفع ايديها في سؤال؟ أنا خلاص. دكتورة بدي أسألك، هلا الموضوع اللي بدنا نقدمه لازم يكون في نموذج ماشيين عليه، يعني مقاييس معينة على أساس؟ لا 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 لا، بتحطي بس أوت لاينز، تضعوا أوت لاينز خلاص ريليفانت لطبيعة الموضوع. يعني هوضح لكم كمثال، يعني مثلا سي مجموعة منكم مسؤولة عن عمل سيمينار بعنوان الكوميونيكيشن مع مرضى الزهايمر، مرضى اللي هم عندهم الزهايمر الخرف، خلاص ده عنوان الموضوع. انا هحط الاوت لاينز دي، هيبقى عباره عن ايه الاوت لاينز بالتسلسل المنطقي كده، عندي التعريف بالمشكله نفسها، تمام، المشكله اللي عندي اللي هي ايه، تعريف الزهايمر مثلا، واذا كان له انواع مثلا، والكلينيكال مانفستيشنز ايه هي الاعراض والشكاوى الناس اللي عندها الزهايمر، ايه مشكلاتهم يعني. وبعدين الفوكس بتاعي ايه، الفوكس بتاعي ان انا بربط ما بين مشكله الزهايمر او مرضى الزهايمر وانا ازاي اتواصل معاه، دي الاوت لاينز الاساسيه. نقيس عليها بقى اي موضوع اخر، نقيس عليها مثلا مجموعه هتعمل عن الكوميونيكيشن مع مرضى التوحد او اطفال التوحد، برضو التعريف بالمشكله، الباك جراوند عن المشكله، ايه تعريفها، اذا كان ليها انواع، اذا كان في ايتيولوجي اسباب معينه، في كلينيكال مانفستيشن، في ستيجز، خلاص. ندخل على اهم عنصر عندي هو اللي عليه ستريس في المانجمنت تحديدا، ايه الكوميونيكيشن باترن، او ايه هي التيبس اوف كوميونيكيشن بيني وبين مرضى التوحد مثلا على سبيل المثال. رنين، رنين يعطيك العافيه دكتوره. ربنا يعافيك يا رنين. دكتوره بعد اذنك، ال 25 علامة كاملين على السيمينار؟ أنا قلت سيمينار ريتن وأورال وعدد من الكويزز. تمام، بس لأنه دخلت متأخر معلش. لا ما فيش مشكلة، يعطيك العافية، ربنا يخليكي. غير رنين، أي سؤال آخر أو استفسار آخر؟ نهى، أي استفسار من أي حد؟ الكل وصلته الفكرة يا جماعة؟ البريف، نعمل بريف للي انا قلته خلال السيشن بتاعتنا. انا اتكلمت معاكم في موعد المحاضره على 3:30، دخلنا من خلال المنصه، والمنصه ان شاء الله تكون امورها تمام على المحاضره الجايه، عندنا اللينك للمحاضره موجود، في حال ما احنا بنخلص السيشن ندخل في سيشن تانية بيكون من نفس اللينك،
موضوعات المادة موجودة على المنصة، الكورس سيليبس المادة موجود على المنصة، اللي اتكلمنا فيه عناوين موضوعات المادة اللي عايزها ورقية يا إما يطبعها يا إما يرجع للبوكشوب، في حال ما إسكان أمنتوها من البوكشوب لأنه بيقفلها كهاند أوت زي ملزمة أو مذكرة كده، فراجعوا إن الموضوعات تمام مفيش سلايدات متلخبطة أو ناقصة. وآخر حاجة اتكلمنا فيها هي آلية التقييم ما بين 25 مد 25 الكورس وورك اللي هو عبارة عن السيمينار وعدد من الكويزز والخمسين على الفاينل. ده بريف عشان الناس اللي دخلت متأخر تبقى عارفة. لزاما على الجميع يا جماعة الالتزام بالحضور، الالتزام بالحضور بدءا من المحاضرة. لو في سيشن تانية كلنا بندخل على المحاضرة، الجلسة التانية برضو نفس الكلام، لأن البعض بيدخل جزء من الجلسة أو جلسة وبيفقد الجلسة الأخرى، يبتدي الجلسة الأولى ما بيكملش معنا التانية أو العكس. فلزاما على الجميع لو تكرمتم الالتزام بالحضور، وإن شاء الله هديكم فرصة للاطلاع على المادة من على المنصة عشان يبقى عندكم باك جراوند عنها، على أساس إن أنا لما ابتدي فعليا معاكم في العرض أول محاضرة أو أول موضوع يبقى أنتوا أخدتوا عنه فكرة، وده هيكون لقاءنا اللي جاي إن شاء الله تعالى. خلاص؟ أي سؤال أو استفسار؟ لأن السيشن قربت تنتهي، أي سؤال أو استفسار؟ سلامتك دكتورة. الله الله يسلمكم، إن شاء الله بنكمل بأمر الله ونبتدي موضوعات المادة لقاءنا اللي جاي، وآملا يكون فصل تتحقق فيه أهدافكم، ويكون فصل سعيد للجميع بعون الله تعالى. كل الشكر دكتورة، كل الشكر. الشكر لله وحده يا سامر، انت وبقيت زميلك، ربنا معاكم ان شاء الله، لقاءنا مع بعض بامر الله المحاضره القادمه ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. كراك دكتور. اللهم امين واياكم.